عرف يوم أمس حصيلة ثقيلة فيما يخص تدخلات حاوية المرور، حيث تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة جديوية على الساعة 11:45 لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة بسيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 29 ببلدية الحمري. أسفر هذا الحادث عن 4 وفيات، 3 من جنس أنثى و1 من جنس ذكر. الحادث الآخر سجل في نفس اليوم على الساعة 5 صباحا على مستوى محول دوران طريق السيار دوار معيعية بلدية يلل، والذي تمثل في سقوط شخص من سيارة أثناء سيرها. وأسفر كذلك هذا الحادث عن وفاة الشخص الذي يبلغ من العمر 27 سنة، حيث تم تحويله من طرف النجدة إلى عيادة يلل.